السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين في كل مكان. اسف على التأخير، تأخرت شوية، بطلت انزل فيديوهات وكده بسبب ظروف خاصة، بس يا موسى يعني الايام الجاية هنزل فيديوهات كتير ان شاء الله. حلقتنا النهاردة مع لوكا. لوكا دي يعني عزيزة عليا، يمكن اول الانتاجات اللي انا انتجتها يعني كلاب الهاسكي، وعشان احنا دايما متميزين ومش بنقطع علاقتنا باللي بيشتروا مننا كلاب وكده، فلوكا جاية استضافة عندنا بس، وحبينا نطمن عليها وفحصناها كويس جدا، والحمد لله الكلبة تمام مفيهاش اي حشرات، فقبلناها في الاستضافة بس، وان شاء الله نبتدي معاها تدريب الاول. بس ايه، بنشوف الكلبة هادية ولا مهيبرة، بس الحمد لله هي هادية. حتى جربنا ان احنا نلعبها كورة، لقينا ايه ان الكرة مش بتلفت انتباهها، بس الايام الجاية هتشوفوها وهي بتلعب وهي بتنطط وهي بتعمل كل حاجة. بس كلبة هادية وجميلة. اقعدي ست تحت، هي بتسمع الامر بس تقيلة في الامر شوية. اب يلا تعال، بس يعني اللوكة دي من اوائل الانتاج، بس الحمد لله في تقدم دلوقتي وفي مستويات في جميع انواع الكلاب. يعني اي حد حابب يستفسر عن اي حاجة، استضافة اي حاجة، رقم التليفون 012-05-400-527. لعبوا شوية بقى مع لوكا. يا اما نخلي الكلبة تعمل عرض هي لوحدها في الفيديو. لوكا اقعد، اقعدي، سلم، لا سلم، سلمي، سلمي، لا ايدي. احتمال يكون استضافة وتدريب ان شاء الله. لوكا اسمها، يلا لوكا. حاليا احنا فحصنا الكلبة ولقينا ان هي تمام. اول حاجة بنعملها بنفضل ايه يعني نمشي ايدينا كده ايه، عشان لو فيها حشرات ولا اي حاجة تبان معانا. قرب عشان الصوت يطلع، بس هي الحمد لله يعني الشعر اللي بيقع ده عشان موسم الصيف والقلش وكده، واحنا اسعار الاستضافة عندنا مش غالية، يعني بتبدأ من 50، وفي عروض تانية يعني اللي حابب يستفسر يبقى يكلمني على الرقم ده 012-05-400-527. اي استفسار اي حاجة تخص الكلاب يعني. هو بتلعب كورة ولا لا؟ لا مش، لا ملهاش في الكورة. عايز تلعب معانا؟ ليه؟ احلى حاجه في الكلبه دي ان هي وشها سمايل كده، تعالي كده قريب، اقعد حكي بقى، حكي بس بس، تعالي اقعد، تعالي اقعد. شاطرة، هي بتسمع الكلام فمش هتتعب.